السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم ضاء من قناه اسال واسرع الوصفات. حبايب قلبي اصدقاء القناه، النهارده معانا وصفات سهله وسريعه ومميزه للمكرونه بطرق جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله، جربوها. اول وصفه معانا هنا الطاسه بتاعتنا او الحله بتاعتنا، وفيها المكرونه بالشكل ده كده بدون اي اضافات، مكرونه بس. معانا هنا فلفل الوان مقطع قطع صغيره جدا، هنضيفه للمكرونه بالطريقه دي، وقطع من البصل، شرايح البصل، هنضيفها هنوزعها كده بالطريقه دي كده. هنكون حاطين على النار مرقة بتغلي او مية بتغلي على حسب الموجود عندك. هنضيف بقى صلصة المكرونة، الصلصة بتاعت المكرونة بالشكل ده كده هنوزعها عليها، وهنضيف التوابل بتاعتنا اللي بنضيفها على المكرونة، التوابل والبهارات والملح بالشكل ده كده. بعد كده هيكون المرقة بتاعتنا غليت، هنضيف المرقة بتاعتنا بحيث انها يدوب تكون مغطياها، ما تزيدش عنها، يدوب بالشكل ده كده تكون مغطياها بالشكل ده، ما نزودهاش عنها. وبعد كده على نار هادية، وهي هنهدي النار ونغطي عليها ونسيبها تستوي خالص براحتها بالشكل ده. هتقدمي معاها بقى كفتة او صدور دجاج زي ما تحبي، وهتقدميها بالشكل ده كده، وهتزينيها ببصل اخضر مقطع قطع صغيرة، وهتقدميها بالشكل ده كده. جربيها ان شاء الله تعجبك. لو اول مرة تشوفي القناة اشتركي معنا وفعلي الجرس، كل يوم معنا وصفات سهلة وسريعة وافكار جديدة، فعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. معانا بقى الوصفة اللي بعد كده، صدر دجاج مقطع قطع صغيرة ومتبلينه بمعلقة من الكاتشب كبيرة او صلصة الطماطم، ومتبلينه ببهارات الدجاج والبهارات المشكلة، وسيبناه في التلاجة ساعة بالشكل ده كده. في طاسة على النار معلقة زبدة كبيرة، هننزل بقطع الدجاج بتاعتنا بالشكل ده كده، وهنقلب فيها دقيقتين بالشكل ده كده. بعد كده هننزل عليهم بفلفل ألوان مقطع قطع صغيرة، وهنقلب كويس جدا دقيقة كده. معانا معلقة كبيرة من الذرة المعلبة الجاهزة المسلوقة الجاهزة، هنضيف معلقة منها على الخليط بالشكل ده كده، وهنقلب دقيقتين كده على النار بالشكل ده كده، استوت اهي. معانا بقى في قوالب الفرن الصغيرة، ميني قوالب صغيرة مكرونة مسلوقة وجاهزة ومتبلة، وعليها صلصة البشاميل، هننزل بقى بالخليط بتاعنا عليهم بالشكل ده كده، وهنغطيه بالجبنة الموتزاريلا بالشكل ده كده، وهندخله الفرن ربع ساعة بالشكل ده. وبعد كده هنقدمه، جميل جدا وافكار
جميلة جدا للمكرونة، ان شاء الله تعجبكم. جربوا اي وصفة تعجبكم. الوصفة اللي بعد كده عبارة عن صدور من الدجاج مقطعة قطع صغيرة ومتبلة بالتوابل، بعد كده بصلة مفرومة وفلفل الوان هننزل عليها ببصلة مفرومة وفلفل الوان، ونفضل نقلب فيها دقيقتين على النار مع معلقة زبدة كبيرة بالشكل ده كده لحد ما تدخل في السوى معانا. وبعد كده هنضيف لها معلقة كبيرة من صلصة الطماطم والكاتشب، ونقلب كويس جدا ونضيف التوابل. معانا بقى المكرونة مسلوقة وجاهزة ومتصفية، هننزل بالخليط الدجاج قطع الدجاج وصلصة الطماطم بالشكل ده كده، هننزل على المكرونة المسلوقة بتاعتنا. طبعا الخليط متبل وعليه التوابل وجاهز بالشكل ده معانا مستوي وجاهز، هننزل بيه على المكرونة المسلوقة بتاعتنا، وهنقلب كويس جدا جدا الخليط في المكرونة وعلى نار هادية. هنسيبه على نار هادية دقيقتين، هنغطي عليه دقيقتين اتنين يستوي كله في بعضه بالشكل ده كده. هتبقى معاكي بالشكل ده كده وطعمها لذيذ جدا، وهتقدميها بالشكل ده كده. الوصفة اللي بعد كده معانا لحمة مفرومة قلبناها في معلقة كبيرة من الزبدة، ونزلنا عليها بصلصة الطماطم والتوابل، وسبكناها كويس جدا على النار 10 دقايق. بعد كده كيس المكرونة بتاعنا نزلنا بيها زي ما هي من غير ما تستوي في صلصة الطماطم، وكنا غاليين المية او الشوربة بتاعتنا، هننزل بيها يدوب هنغطي بس، يدوب هتغطي المكرونة بس كده مع التوابل، وهنقلب كويس جدا وعلى نار هادية هنغطي عليها ونسيبها تستوي خالص. يدوب المية هتغطي المكرونة بمستوى المكرونة، وطبعا توابلها جاهزة وكله، هنغطي عليها وهنسيبها تستوي بالشكل ده كده. هتستوي خالص على نار هادية لحد ما تبقى بالشكل ده كده، جميلة جدا جدا، جربوها هتعجبكم. معانا الوصفة اللي بعد كده هنسلق المكرونة على جنب بالشكل ده كده. معانا في الطاسة معلقة زبدة كبيرة، هننزل بربع كيلو من اللحمة المفرومة، نقلبها تقليبة كده، وبعد كده هننزل ببصلة مفرومة على اللحمة، ومعلقة من الصلصة، قرن فلفل اختياري، طماطماية مقطعة قطع صغيرة، التوابل بتاعتنا والبهارات، وهنقلب كويس جدا شوية على النار. بعد كده المكرونة بتاعتنا مسلوقة وجاهزة، هننزل بيها على الخليط الصلصة بتاعتنا واللحمة، هنقلب كويس جدا جدا على نار هادية، وهنسيبها دقيقتين، نغطي عليها دقيقتين، وبعد كده هنقدمها ونزينها بالبقدونس المفروم بالشكل ده كده. الوصفة اللي بعد كده معانا صدور دجاج، هنقطعها قطع صغيرة جدا. في طاسة على النار هننزل بمعلقة زبدة كبيرة، هنسيحها بالشكل ده كده، وهنضيف بصلة مفرومة وقرن فلفل حار مقطع قطع صغير اختياري الفلفل، هنقلب كويس جدا دقيقة كده على النار البصلة. بعد كده هننزل
باللحم، بالقطع الصدور الدجاج المقطعة قطع صغيرة بالشكل ده كده. هننزل بيها في الطاسة ونقلب كويس جدا لحد ما تدخل في السوا بالشكل ده كده. هنغطي عليها دقيقتين كمان على ما تدخل في السوا شوية. طبعا هنضيف ليها التوابل بتاعتها وفص ثوم مفروم هننزل بيه مع التوابل وهنقلب كويس جدا جدا. هننزل بصلصة الطماطم ومعلقة كبيرة من الكاتشب وصلصة الطماطم كبيرة وهنقلب كويس جدا بالشكل ده كده على النار. بعد كده هننزل بكيس المكرونة بتاعتنا اي نوع متاح عندك وهتقلبيه كويس جدا في الخليط بالشكل ده كده. طبعا هتكوني غالية المية او الشوربة بتاعتك، هتنزلي بيها يدوب المية بمستوى المكرونة، يدوب تغطي المكرونة بس كده وهتقلبي كويس جدا بالشكل ده كده. وبعد كده هتغطي عليها على نار هادية وهتنزلي بالتوابل طبعا والبهارات بتاعتنا مع التقليب وهنغطي عليها على نار هادية لحد ما تستوي خالص بالشكل ده كده. بعد كده هتقدميها هتزينيها بالبقدونس المفروم او البصل الاخضر المفروم زي ما تحبي وتقدميها بالشكل ده كده. الوصفة اللي بعد كده معنا هنا فلفل الوان، جزر، بصل، ثوم، هندخلهم الفرن لحد ما يستووا خالص. ومعانا جمبري متنضف ومغسول هنحمره تحميرة كده في الزيت على النار. بعد ما يستوي الحاجات دي كلها في صينية الفرن هنضربها في الكبة كويس جدا ودي هتبقى صلصة المكرونة بتاعتنا بالشكل ده كده. خلصت معنا بقى المكرونة بتاعتنا، هتسلقيها عادي خالص زي ما متعودة تسلقيها وهتصفيها كويس جدا. بعد ما تصفيها كويس هتنزلي بصلصة الطماطم اللي عملناها بالشكل ده كده، هتقلبيها في صلصة الطماطم كويس جدا دقيقتين على النار. بعد كده هتقدميها مع الجمبري والجبنة الرومي المبشورة او البارميزان. معانا هنا طبق سريع جدا المكرونة، طاسة كبيرة هنضيف كيس المكرونة مش مستوي كده زي ما هو، هنضيف قطع من الدجاج، طماطم مقطع قطع صغير، مشروم مقطع قطع صغير، فلفل مقطع قطع صغير، بصل مقطع قطع صغير جدا، اي نوع خضار متاح عندك قطع. هتتبلي بالتوابل بتاعتك والبهارات اللي متعودة عليها، هتنزلي بمعلقتين كبار من الزيت، هتنزلي بالمية المغلية يدوب تغطيه كده وعلى نار هادية تسيبيه يستوي. بعد كده ما يستوي هتضيفي قطع من الطماطم الصغيرة والجبنة الموتزاريلا